مسلمون ومسيحيون من الجنوب والجبل وبيروت وسائر المناطق اللبنانية جمعتهم مدينة العيش الواحد صيدا، تأكيدا لرسالتها في التنوع ودورها الزاخر بتراثها الروحي الأصيل. تحت عنوان معا نتجدد بالرحمة الإلهية ونجدد بها تضامننا، عقد اللقاء الوطني السابع للتضامن الروحي بين اللبنانيين في مدينة صيدا. اللقاء سبقه صلاة مسكونية مشتركة للمسيحيين في كاتدرائية مارن أولى الروم الكاثوليك، وأدعيات مشتركة للمسلمين في مدرسة عائشة أم المؤمنين، قبل أن يلتقي المشاركون داخل أحياء المدينة القديمة وينطلقوا معا سيرا على الأقدام باتجاه خان الأفرنج. والوطن لا يزال جريحا ينزف في طرابلس كما وفي قلوب أبنائه المتألمين من غياب الأمن والاستقرار وامتداد العنف الذي يهدد العيش معا بسلام وحرية. أثبتت خلال تاريخها الطويل قديما داخل أسوار المدينة القديمة، حيث كان الصيداوي لأي طائفة انتمى يمارس شعائره الدينية في الجوامع والكنائس بحرية مطلقة. ثم أدى الحاضرون عهدا مشتركا أكدوا فيه تضامنهم الروحي ووحدتهم الوطنية والتقدم معا في مسيرة المصالحة وتضميد جراح الماضي بين كافة أبناء الوطن.